شباب باب مالي بما السايق راح نشد هسه وشوفوا ايش راح نشد. طبعا بالبدايه ايش عندنا؟ خلينا نجيكم من هالجهه من فرخه فريناها. عندنا سنتر لوك فتح قفل، تمام، فتح قفل الباب مال ميري، تحكمات، وعندنا البصمه من برا. حكي حلو، تمام. خلونا نجيهن وحده وحده، نجيهن واحدة واحدة. طبعا الكلبسات كان بهن نقص، شلعت من الباب الثاني. باب السائق ما تقدر تعرفها بلا كلبسات، فشلعت من الباب اللي بصفها مال السكن، اللي بصف السائق. طبعا هذي بالكم تخلي لطب السماعة باللطب الكلبسة بالسماعة. شلعت من ذيك الباب، لان ذيك الباب اقدر استغني عنها. هاي باب السائق شلون اقدر استغني عنها؟ فما يسأل يعني، لا ظل انزل يعني، ما اقدر اسوق اذا مو موجودة هاي الباب. اذا اريد افتح الباب ولا انزلها ما اقدر. حكي حلو، فشلت من ذيك حطيت على هاي. هسه اول شيء نجي من جبنا فشين، خلي عليه الباب الابانه حتى الرينج قطف هذا التاير. ايش تعسكم؟ خلي بسم الله نجرد نركبها. نصعد التاير، هذا باعتبار الجق مالتنا. هسه متقاربه عندكم. اول شيء نشكل منه هذا مال الباب، هذا طويل. خراويكم شلون نشكل هذا مال الباب مال القفل. هيك تفرع، عندك هاي الدعبله، هاي الدعبله، هيك هاي الدعبله، شوف الدعبله، هاي الدعبله تحطها هنا. حاجه حلو، الجرخه عاده جرخه قعدت ها بس سمعت طقه. هاي تريد تفتحها، ترفع هاي وتسحب. هاي قفل باعتبار اخ ايدي، ترفع تسحب، مو لازم اثنين ايدي. هاي ثانيه مقفوله اوكي، او تجي من تريد تفتحها هاي، مو تجي هيك. أنا شكلها بجسمي وتسحبها. المهم فهمت الفكرة، تدوس على هاي حيل وتسحبها تنفتح عندك. هاي شكلنا منه اليد مال الباب حتى تفتح لنا القفل. سمعوا؟ تمام، هاي واحدة خلصت. البصمة، البصمة هاي مالتها، هذا الأبيض فيشة وهنا مكانها تقعد. حكي حلو، حكي حلو. عندنا شنو؟ خلينا نشكل هاي. هاي قلت لكم مال بيبان ومال ميري، تحكمات هاي هنا، وين صار مكانها؟ هاي منات الشكل. هاي دائما اليد هاي تفتح، هاي تدوسها حتى تفتحها. هاي يصير عليك تدنيها، دا تلمسها. طبعا هاي هي مكانها هنا، هاي هي الفيشة، شوفوها هذا مكان الفيشة. هاي تجي تقعد بيها. إذن من الشكل تسمع صوت طقة، تنظر صوت الطقة بس تسمع صوت طقة. هاي قاعدت اي، شوفوا باعوا، شوفوا شلون قعدت. هاي طابت بخاي خليك بسها، بس اهم شيء طقة. سمعت الطقة؟ هاي هي. هسه عندنا بقى شيء شايد ما بشكلها. طبعا فتحت السيارة على مودها. هاي هي شو اسمه ما سنتر لوك، العفو انا سنتر لوك. هاي هاي تقعد، تجي هنا تقعد هيك. يا علي انت شغلك هنا على الطقه. طبعا احتمال واير البصمه، انا ايش حطيت تاير، احتمال واير البصمه يدق بالش اسمه بالجامه، فشنو راح البصمه هاي بيده شغل السياره. يا علي ها شنو الكلابات كلها اشتغلت، انطفوا تراك اوبن. يلا 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 انطفون. هاي حاجة حلوة، السيارة اشتغلت. نشوف التحكم بالمري كان عاطل، اشتغل. هاي بسم الله، يا الله يا محمد يا علي. فتح القفل، لوز الكعبة، الواير دق بالبل، هاي بالبصمة. شفتوا؟ قلت لكم لازم نفحص البصمه، سان فلت فلت باير البصمه. خلينا نشوف شو نسوي.